أهلا فيكم في حلقة جديدة من جمل دارك، البرنامج اللي يساعدكم بمفاجأة أفراد عائلتكم وأحبائكم بتغيير المساحة الخاصة فيهم بشكل كامل، وهالشي بيصير خلال غيابهم عن المنزل، من تغيير الأثاث وألوان الجدران إلى تركيب الإضاءة والإكسسوارات، كل شيء بيتم تغييره إلى ما يحتاجوا أو يحلموا فيه الأشخاص اللي يتفاجئونهم، وهذا كله بيتم بساعات قليلة. مع مقدمينا ميثا عبد الجليل ورافد الحارثي. مفاجأتنا اليوم بتكون حق شخصين، لؤي وأخوي يزن، واللي بيفاجئوهم الوالدين عبير وبسام. مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة فيها الحماس والتشويق والإثارة أكيد ويا جمل دارك. اليوم مشاهدينا مفاجأتنا بتكون حق لؤي ويزن. لؤي ويزن شابين في مقتبل العمر، ومع أنهم أخوان لكن هواياتهم مختلفة. صح رافد، لأنه لؤي يحب الكمبيوتر لكن يزن يحب شيء وايد مختلف وهي الألعاب الرياضية. شو رأيكم نستغل وقتنا ونبدأ يومنا؟ يلا. بس ليه حين ما حد فتحني؟ شو السالفة؟ راقد ولا شيء؟ لا يا هلا اهلين. كيف حالك؟ تمام. يا مرحبا. كيف حالك؟ جاهزين؟ الحمد لله جاهزين. يلا نشوف الغرفه. تفضل وسهلا. تفضل بدي بالك الباب. يلا اوكي. يلا كيفك استاذ بسام؟ تمام الحمد لله بخير. كيف تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. شو وين الشباب؟ لؤي ويزن. يزن الشباب بالمدرسه الحين. زين وزعت لك اياهم بتغدوا في المدرسه اليوم. ابي تاخروا يعني بتاخروا لين في الليل؟ اعطيتنا وقت يعني اليوم نحن مرتاحين. اوكي هذا في مين الشباب يطلعون من الجيب ياخذ معكنا. زين اهم شيء شليتوا شيء من الغرفه؟ لا الغرفه زي ما هي ملابس شايله. خلاص عيل خلينا نشوفها. تفضل. على سهلا شرفتي. شكرا. شكرا. وين المدام؟ المدام هي موجوده. عبير هلا شو اخبارك؟ ميتة زميلي رافد من برنامج جمل دارك. يا الله يا مرحبا. انا ما اذكرنا عن الغرفه من هنا. الغرفه صح؟ اي على اليسار. ذاك خويه. ها؟ ذاك انت خويه ما شاء الله. غالي. ما شاء الله شو الحديقه الغناء هذه الخضار كله. كل شيء مثل ما هو ما تغير ابدا اي شيء. مثل ما تشوفون مشاهدينا هذه هي غرفه لؤي ويزن. عندهم سريرين اشياء وايد ما يحتاجونها، يبون بعد اشياء في الغرفة. لون الغرفة ما يلائم ابدا شخصيتهم على تفكير، كل شيء لازم يتغير، وطبعا هالشيء بنسويه معاكم فشوفونا. بس ميثا ترى على فكرة لا تنسى المكيف، المكيف هذا لازم نبدله نفس الوقت يكون اكثر اقتصاديين وبرودة اكثر. بس برودة اصلا بعد واحد. شوف نحن نسوي اول شيء ما عليه، ما نقدر ابدا نحن نشتغل في الحر. طبعا الحر اليوم مو طبيعي. في اثناء عملنا في غرفة بنشتغل على المكيف ما عليه. خلاص اوكي الحين اتفقنا. وانا الحين بعد بصير بجلس وياكم على اساس اخبركم شو سويت مخطط وشو الاشياء اللي بدها وكيف بنغير هالتغيير الجذري في غرفه لؤي ويزن. يلا تفضل. غرفه نوم الشباب ناقصها عده اشياء، كون الموجودات عباره عن الضروريات فقط، ومن اهم الاشياء اللي يحتاجونها مكيف هواء جديد وقوي، بالاضافه الى اعاده تقسيم الغرفه لاعطاء كل واحد منهم خصوصيه واستقلاليه. من أول الخطوات اللي راح نبدأ فيها هي تجميع المكيف الجديد وتركيبه في موقع بدل القديم، لكن هالشي يعني ثقب حفرة كبيرة في الحائط لإدخال الجزء الخارجي من المكيف، وبسبب سماكة الحائط ما راح تكون عملية سهلة. وطبعاً ما نقدر ننسى أن خلال هالوقت كله لين ما يخلصون تركيبه راح يكون موقع العمل من غير تكييف. الله يعين الشباب. ولأن مشروع المكيف راح ياخذ وايد وقت لازم نشتغل على عدة جبهات. زين هذا هو التصميم البدائي. مثل ما تشوف كل قطع الأثاث موجودة، بس نبي نفكر حين وين نحطها بالضبط، يعني قريب مثلا من الجدار الرئيسي أو اللون اللي حين بنسوي أي صوب. بس هذا هو كل التصميم، وأنا بخليك بشوفهم حين شو بيسوون داخل. يلا أوكي نشوف التصميم. إذا مشاهدينا مثل ما تشوفون هو قاعد فوق يحدد مكان اللي نحن بركب فيه المكيف الجديد عشان تكون الغرفة باردة أثناء ما نحن قاعدين نسوي تغييرات في الغرفة. المكيف الجديد بنسكر مكانه. طبعا محمد مشاهدينا هو الأخ الأصغر للؤي،
ويزن واليوم ساعدنا متحمس توه واعي من الحين مرقاد وان شاء الله الصبح صح ولا لا؟ صح مستعد؟ يلا معانا. بعد تفريغ الغرفة من جميع محتوياتها اللي صراحة يعني ما كانت كثيرة، راح يبدأ الفريق بالتجهيز لعملية الصبغ، وراح يقوموا بهالشيء في الحر والغبار، لأن كل حفرة نسويها باليدار تزيد علينا كمية الغبار. مشاهدينا طبعا مثل ما قلنا لكم بداية الحلقة نحن لازم نختصر الوقت علينا عسبشي، لازم نشتغل في أكثر من جهة بنفس الوقت عسبشينا بين نشتغل في المكيف وفي نفس الوقت نخلص كل شيء في الأرضية ونثبت البلاستيك عسب نحمي الأرض من الصبغة اللي بنستخدمها عسب نسوي شيء لازم مية أي وسخ في حواف الأرضية وما نقدر أبدا نلزق الاستكر عليها إلا لو حمينا. فبالتالي أنا بقول له أو بطلب منه يستخدم هالكيس واحط عليه اللاصق اوكي ويركبه تحت المكان اللي هو يشتغل فيه. هذا سوي تحت سوي تحت هلا اي ها ايوه تشي. وبهالطريقه كل جزء من الفريق يقدر يشتغل بدون ازعاج الاخر. خلال هالوقت كاميرا فريق جمل دارك راح تتابع لؤي ويزن عشان نتأكد انهم بعاد عن موقع العمل والحين بعدهم في المدرسة. الغبار في موقع العمل يشكل خطورة لازمها احتياطات خاصة مثل استخدام القناع لحماية الأنف والفم والنظارات الواقية لو احتاج الأمر، ولا تنسوا إزالة أي أدوات إلكترونية أو حساسة من الغرفة. مثل ما توقعت سماكة ليدار كانت مشكلة واجهها فريق العمل بالإضافة إلى القضبان الحديدية داخل ليدار نفسه. كيف راح يجتاز فريق العمل هذه العوائق المختلفة؟ لؤي ويزن شابين في مقتبل العمر، ومع انهم يتقاسموا نفس الغرفة والاصدقاء لكن هواياتهم تختلف، ووالديهم عبير وبسام حابين يفاجئوهم بتغيير غرفة النوم الخاصة فيهم. خلونا نشوف وين وصل فريق جمل دارك بمشروع اليوم وكيف واجهوا التحديات المختلفة. بعد ما جهز الفريق الغرفة واتخذوا الاحتياطات الكافية قاموا بتحضير العدة وبدأوا بعملية الصبغ، لكن الغرفة ما زالت من غير تكييف والجزء الآخر من فريق العمل ما زال مشغول بالتأكد من وجود الثقوب الخاصة بالمكيف في أماكنها الصحيحة ومن أنها توصل من خلال يدار إلى خارج الغرفة. لكن ما نقدر نتريى أكثر، راح نكمل الشغل ونخلص صباغة باقي الجدران. لؤي ويزن طلعوا من المدرسة ومثل ما خبرنا والدهم يومهم بعد طويل وخططهم ويا الأصدقاء كثيرة. فريق الكاميرا الخفية بيتم وياهم دائما. أثناء عمل باقي الفريق في موقع العمل الرافد والشباب راح يستلموا حمولة عربة النقل رقم 2 ولازم يشدوا الهمة ويعجلوا الخطى حتى ما نخسر أي وقت. مثل ما تشوفون وصل الأثاث، فقاعدين ندخل الأثاث الحين داخل ونبدأ بتركيب الأشياء الكبيرة داخل والأشياء الصغيرة ندخلها داخل غرفة. بتقسيم العمل خارج وداخل الغرفة نمنع أي تأخير ممكن يصير بانتظار المهام المختلفة من الانتهاء،
وايضا يقدر رافد يشتغل تحت التكييف. مثل ما تشوفون قاعدين نركب الخزان الحين على اساس نقدر ندخلها داخل غرفه، وبالتالي بعد ندخل الاثاث كامل سواء الكبيره او الاثاث الصغير. حاليا احنا قاعدين نركب الخزان الكبيره بحيث ان نقدر نركبها برا الغرفه بعدين بندخلها داخل، لان ما نقدر طبعا نركبها داخل الغرفه بحيث انها تاخذ مساحه وما نقدر نشتغل، فنركبها برا الغرفه احسن. يلا بهالطريقه يسهل على باقي اعضاء الفريق بالعمل براحتهم، لكن يمكن يواجه رافد مشكله بادخال الخزائن الكبيره. ترى هل فكر بهالشيء؟ اكيد سوى حساباته. وين رافد؟ مثلا احنا المكيف خذ منا وقت وايد داخل الغرفه، فنحن بنحاول نركب الخزانه هذه برا الغرفه بحيث ان نكسب الوقت. بس خذيت قياسات الدروم دخلنا الباب. ايه اخذت القياسات قبل ما اركب هنا. بس بعدنا ما صبغنا ما سوينا شيء. ما علينا، احنا اول شيء ما نقدر نضغط اصلا، فخلنا بس وايد خذ منا وقت المكيف، فخلنا نخلص المكيف بعدين ندخل الخزانه. يلا احنا ميثا راح تساعد رافد بتركيب جميع الأثاث الموجود، وأكيد هي سعيدة بالعمل تحت التكييف بعد، لكن ما حد راح يعترف بهالشيء. استعينوا بالخبراء لو في مهمة ما تقدرون عليها، لكن لو سويتوها بنفسكم لا تنسوا اتباع جميع التعليمات المرفقة مع الجهاز والتأكد من وجود جميع الأجزاء المطلوبة لتركيبه. وأخيراً بعد شقاء وعناء الثقب وصل من داخل الغرفة لخارجها، ونقدر نركب المكيف في مكانه. بقى بس عدة وصلات للوحدة الخارجية وتوصيل الكهرباء، والخطوة التالية إزالة القديم من مكانه. مثل ما تشوفون هذا الطابوق اللي دخلنا قبل شوي من برا، بحيث أننا بنطلع المكيف هذا اللي هني وبنشيله وبنغطيه بالاسمنت وبالطابوق في نفس الوقت. بعدين المكيف بينتقل من هالمكان الى هالمكان اللي احنا فتحنا له فتحه، ركبنا الاسلاك، ركبنا كل شيء جاهز. كل شيء جاهز، لكن شكل المكيف القديم مرتاح في مكانه ومو براضي يطلع. قاعدين عندنا مشكله بسيطه، عندنا مشكله صغيره اللي هي مكيف. نبي نطلع المكيف لكن ماسك في الجدار، فنحاول نطلعه بطريقه او باخرى. طبعا فريق المهمات الخاصة، فريق جمل دارك، تدخل في اللحظات الأخيرة، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مساعدين. هالوحش القديم ثقيل، لازم الشباب ينتبهوا ويتجنبوا أي أذى من حمله. مثل ما تشوفون مشاهدينا، يعني حاولنا ان ناخذ او نطلع المكيف القديم هذا بطريقة سلمية، لكن فريق جمل دارك قدها دائما وابدا، تدخل في اللحظات الأخيرة. سوري. لؤي ويزن الحين بطريقهم لملاقات أصحابهم، وكاميرا البرنامج ما راح تتركهم بدون مراقبة حتى نتأكد من موعد رجوعهم البيت. إن شاء الله يكون عندنا وقت كافي. بينما ميثا ورافد يقوم بتركيب جميع ما بقى من أثاث برا الغرفة، باقي الفريق بيمعجن وبيصبغ وبيدخلوا الخزائن الكبيرة ويعدلوا قواعدها في الأماكن النهائية. قاعدين نسوي ثلاث أشياء في وقت واحد، الخزائن قاعدين نركبها في نفس الوقت، قاعدين بعد شوي بنصبغ في نفس الوقت، قاعدين نشوف كيف ومشاكل هذه اللي تأخرنا فيها، لكن إن شاء الله نكون في الوقت الصحيح ونستغل الوقت. تعال دخل هني. وضعنا الطابوق والاسمنت في المنفذ حق المكيف القديم، لكن بقى كم قطعة لازم نعدلها حتى تدخل، والإطار اللي بنركبه حول الخزائن الجديدة بعد لازم للصقل وتهذيب. ولما تتعدد المهام والمواقع اللي تتنفذ فيها تصعب عملية الإشراف عليها، ويلزم على رافد وميثا تقسيم وقتهم بشكل فعال حتى لا يضيع المشروع منهم. ومهما صعبت الواجبات المختلفة يبقى الإشراف من أصعبها. وبعد ما ننهي عملنا في هالمرحلة المليئة بالمهام العديدة، لازم نعيد تنظيف الغرفة مرة بعد أخرى.
وهالشي سهل لأن كل قسم من العاملين ينظف الآثار الخاصة فيه فور انتهاء منها. طبعا نحن الحين بنسوي التصميم، التصميم هذا او التشكيل اللي راح نصمم فيه هالجهه من الحائط راح نسويه من الباب الى في هالمكان كامل، وفي الوسط بتكون في حركه خفيفه. اوكي ما بنكشفها، ما بنكشفها في هالوقت، ما بنكشفها في هالوقت، تابعوها معنا وشوفوها. اخذنا ميه، اخذنا ميه شويه، شويه ميه. من هذه آلتنا السحرية اللي دائما نسوي فيها حركاتنا وتصميمنا. لؤي ويزن وصلوا للسينما لحضور فيلم، يعني بقى عندنا على الأقل ساعتين، لكن بعد الفيلم عندهم عشاء مع الأصحاب. إن شاء الله نكون مخلصين بوقتها. بس الطبقة الأولى جافة واللون مخلوط وجاهز، يعني رافد رح يبدأ بالتصميم فوراً. هناك العديد من التصاميم المختلفة ومنها اللي يعتمد على عدة طبقات، لكن لا تستعجلوا صبغها فوق بعض قبل لا تجف تماماً، وتأكدوا من وضعها بالترتيب الصحيح للحصول على أفضل نتائج. وين رافد بعدك ما خلصت؟ شوف ما خلصت بعد؟ يبغى تجي شغل ربع ساعة. إنزين أقول لك ترى هني بسوي بعد تصميم. خلاص كأني تجي. إنزين يا ريت لو تخلص هالمنطقة على أساس لو ممكن إن أنا وأنت نشتغل في نفس الوقت بنشوف الإمكانية. خلاص سيب التصميم وأنا يدوب بكون خلص. مثل ما تشوفوا مشاهدينا الحين نتريا رافد يخلص الإدار وتكون لمساته الأخيرة من التصميم اللي هو يسوي جاهزة، ومثل ما تشوفون كل شيء صار جاهز، الأثاث ركبنا وحضرنا كل شيء وركبنا الـ AC ويعطي العافية طبعا لرافد، بس نتريا إنه كل شيء يجهز على سبيل دخل الأثاث وياكم. وطبعا خلال دقائق كان التصميم اللي سواه رافد منتهي، وبعد ما نشف اللون استلمت ميثل إدار وأخذت المقاسات حتى تبدأ اللمسة النهائية والمرحلة الأخيرة من التصميم اللي بنسويه اليوم. الوضع اليوم شوي مختلف، انا ورافد مرتاحين في الشغل بما ان احنا متاكدين انه يزن ولؤي طالعين المول ويا الربع مستانسين بيسرون السينما، لكن للاسف يانا اتصال وهالاتصال يقول انهم في اي وقت ممكن يجون البيت، لكن والد تصرف وطرشهم مكان على اساس انهم فقدون ساعه بيوصلون، وان شاء الله نحن نلحق. وبصراحه ما عرفوا رافد لانه مختفي، صلى رقد الله اعلم عسى تشوف بصير الحين عقب ما خلص اشوف وين وصل هو. اللي قاعدة تسويه ميثا شكل لون سادة بدون أي تأثيرات. إنزين ليش العجلة والخوف؟ ما تكفي ساعة؟ لؤي ويزن توهم وصلوا لموعدهم مع الأصحاب، ومع السوالف ومشوار الطريق أكيد لازم يكفي الوقت إن نخلص باقي الغرفة، إلا إذا ملوا وردوا البيت بسرعة. ميثا تبعد الحين؟ هي يلا الحين بخلص بس في طبقه ثانيه وبعدين خلاص. زين شو رايك عشان نستغل الوقت بنصير نجيب الاثاث جاهز، ترى بندخله وبعدين لما ينشف هذا تبدين الطبقه الثانيه. ترى فكره ما يبغى له وايد لين يجف. ما له خلينا نستغل الوقت ندخل الاثاث. اوكي تعال. مثل ما تشوفوا مشاهدينا رافد وايد مستعد يبي يخلص كل شيء في نفس الوقت، بما ان اليوم كان عندنا وايد قطع اثاث نحن نركبها، وايد شغل بما نحن سوينا فكرتين من الدهان، يعني سوينا تصميم وسوينا عليه ثاني تصميم. طبعا مثل ما قلت لكم في طبقه ثانيه احنا بنسويها، لكن الفرق ان احنا بنسوي الطبقه بدهان مخصص اسمه ميتاليك، بيعطينا شويه تاثير انه في لمعه حلوه على الإدار وبتشوفونها ويانا. بما أن تم تركيب جميع قطع الأثاث من قبل ما بقى إلا إدخالها لمواقعها الأخيرة حسب المخطط، لكن أولاً لازم ننظف أي مكان راح نضع فيه المفروشات، وحتى ندخل كل شيء لازم لنا أكبر قدر من المساعدة لو بغينا نخلص قبل لا يردون لؤي ويزن، لكن ميثا أصرت أنها تكمل المهمة اللي بدتها. خلاص اوكي، ما دام احنا الحين قربنا خلصنا حاطين الاثاث كله الحين
فخلي تاخذين راحتك في المكان هذا تصبغين الطبقه الثانيه. بس متروم مترتبه ترى مو مشكله لا لا. انت ترتبها الصوب لان هني بس بتي طاوله ما عليه الاثاث اللي هني في بهالصوب بركبه الاثاث اللي هني التلفزيون والطاوله اللي باقيه تمام ترجعي عشان تخلصين. تمام هذه هي مشاهدينا الطبقة الثانية اللي أنا قلت لكم عليها إنه بتي طبقة لامعة ما فيها أي لون تعتبر شفافة لكن فيها شوية جليتر والجليتر الموجود فيها مكثف عسب يعطينا تأثير وايد حلو على اللون اللي إحنا مختارينه. وعلى فكرة ترومون تختارون أكثر من لون يعني مو بشرط اللون اللي إحنا مسويينه بس بما إنه غرفة شبابية وطابع شوية مودرن وعصري فنحن مختارين هاللون لأنه وايد حلو. شغل ميثة في وسط الغرفة شكل صعوبة بسيطة بأعمال باقي الفريق لكن المهام كملت حولها ومن وراها ومن جنبها. الحين ما بقى إلا آخر لمسات أشياء بسيطة وخطوات سهلة لكن كثيرة مثل تعليق الصور بشكل مستقيم واختبار جميع الأنوار المكتبية واللي بالسقف والتأكد من وضع جميع الأغطية والمخدات بالمواقع الصحيحة وأكيد تركيب الإلكترونيات والكهربائيات المختلفة مع توصيل جميع الشرائط والقطع حتى كل شيء يكون جاهز للاستخدام في وقت المفاجأة. مو بس منظر جميل لكن عملي ويشتغل وأكيد أهم خطوة مثل ما تعودنا التنظيف. أنا كان عندي هي والعربي والله معي قويزن إيه؟ لازم يجوا البيت تعبوا برا زين كم يبالهم وقت لين يوصلوا؟ تقريبا 5 دقائق 10 دقائق. اوه شو وقتي يا اخي ما شو زين خلي اسير ابدل قريب خلاص ترتب انت الباقي؟ انا برتب الباقي اسير بدري ويلا 5 دقائق 10 دقائق ها؟ 10 دقائق ان شاء الله يلا يلا الحين بخلص يلا ما بقى شيء. يلا ميثا راحت ميثا انا بعد ببدل يا الله خلي نركب هذا. لأن والدهم هو اللي بيجيبهم راح يخبرنا فور وصولهم البيت فحتى لو الوقت مو بكافي نقدر نكسب ثواني معدودة. ها يو اللي بعده الحين هي لا لا وصلوا 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 على باب على الباب هي شكلهم جاي من السينما تبعي مرة. هلا أخباركم كيف حالك شخبارك تمام ميثا ورافد من برنامج جمل دارك شخباركم تمام على السريع زين تفضل. احنا عندنا اليوم مفاجأة عندنا لكم اليوم مفاجأة وقبل ما نشوف هالمفاجأة لازم نربط نربط عيونكم نغمض عيونكم شو رأيكم؟ عادي؟ شو عرقانين الشباب من جايين كورة ولا شو؟ شوب ها؟ شوب اي رطوبة ما شاء الله أمطار يقولون ما عليه جاهزين؟ اوكي يلا تفضل معنا يلا شو تتوقعون شو المفاجأة تكون هذه الشنطة عنك؟ خلاه هني شو توقع المفاجأة تكون يزن؟ لا تريس مع المفاجأة أبو تجوز على أمي يقول عاد إنه مو أمان ها شو توقع المفاجأة؟ ها؟ زين أوكي أنتوا وين الحين وين رايحين؟ ما تعرفون وين رايحين الحين؟ ماذا تفضل؟ ستوب 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 ها؟ المطبخ؟ المطبخ؟ ستوب لا تخبرهم شكلهم يبقى ماما لا تخبرهم وين بيسيرون يلا نحن نقول يلا تفضلوا يا شباب يلا ريحه حلوه ريحه حلوه حلوه اكيد انا بقول لك مسوي لك عزيمه شكرا تفضل تعال 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 بتصير لك عندال اخوك انت تعال يلا ريحه ترى ريحته حلوه يلا راويهم العزيمه نقول واحد اثنين ثلاثه هدي هدي مستانس زين خلنا الحين نقولكم بشكل سريع
الأشياء اللي سويناها. قبل لا نجمل الغرفة كان لون الجدران فيها غير ملائم لشخصية الشباب، والأثاث عبارة عن أساسيات فقط مع وحدة تكييف قديمة وغير فعالة عدا عن صوتها العالي. مع جمل دارك تم تحويل الغرفة إلى مكان يعكس نفسية الشباب ويبرز روحهم الشخصية، وبنفس الوقت كونه عملي ومصمم حسب احتياجاتهم، موفراً لكل منهم مساحة الخاصة لكن محافظ على روح المشاركة والأخوية بينهم. وإنت يا زاد شو بتقول حق ماما وبابا؟ هلكم اثنين احنا كرامي. متوتر ها؟ وايد ترى على فكرة. زين شكر خاص للبرنامج جنبل دارك ولجميع الفريق القائمين عليه. وانا بعد نشكرك بعد. انا خلني اكون بن يزن وشوي الاي بس بس حاسس اني لحظه حاسس اني طويل وحاسس اني قصير ما نحن شاكرين لكم لؤي ويزن، ان شاء الله لكم استانستوا المفاجاه الحلوه والجميل اللي فاجئكم يعني الوالدين واللي شارك فيها كل افراد العائله وبعد ريكي المشكله. ايه سوى 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 ريكو ريكو مو مشكله. ان شاء الله بعد مشاهدينا ان شاء الله استانستوا بهالمفاجاه الحلوه من برنامجكم برنامج جمل دارك. تريونا في حلقه قادمه من برنامجكم برنامج مفاجات جمل دارك، ومع السلامه. هذه كانت إحدى مفاجآت جمل دارك. تابعونا مشاهدينا في الحلقة القادمة، ولو حبيتوا تشاركونا واصلوا ويانا على الموقع الموجود أسفل الشاشة.